السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالكامل على أساس تستفيدون منها بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية اختيار التمارين الصحيحة وأيضا اختيار الجدول الغذائي المناسب بالنسبة حق الشخص اللي حاب يزيد وزنه أو يقلل من وزنه. أول شيء راح نذكر اللي هو الشخص اللي حاب يزيد من وزنه، لأن دائما زيادة في الوزن تكون أسهل من النزول في الوزن. زيادة في الوزن اللي هو عبارة عن شخص ممكن وزنه يكون مثلا 50 أو 60 ووزنه 170 أو 175، فبالتالي الوزن المثالي له يكون من 73 إلى 75 أو حتى من 72 إلى 75، هذا الوزن المثالي للشخص. فحاب يوصل حق الوزن هذا ولكن في طريقة صحية وأيضا مع زيادة الكتلة العضلية على أساس يكون جسم متناسق بالشكل الصحيح وعدم تراكم الدهون في الجسم، لأنه ممكن يوصل حق هذا الوزن ولكن يكون شخص غير راضي بسبب أن كمية الدهون الموجودة في جسمه تكون كمية كبيرة وكمية العضلة كمية قليلة، فبالتالي يبين أن الشخص وزنه أعلى من الوزن اللي هو وصل له 75 أو 70. فبالتالي أفضل عملية على أساس أنك توصل في الوزن صحيح، أنت لازم تتناول مثلاً سكريات ودهون وكربوهيدرات وسعرات حرارية على أساس تزيد في الوزن، ولكن تتناولها على شكل صحيح. بمعنى أول شيء تختار لك جدول غذائي. ممكن يقول ليش جدول غذائي؟ أنا أساساً الوزن يكون عندي قليل، فبالتالي أكل أي نوع من الغذاء صحيح، ولكن الأفضل جدول غذائي. ليش؟ الجدول الغذائي راح يساعدك على تناول وجبات عديدة خلال اليوم، بمعنى أنك مثلاً تتناول أربع وجبات ولكن تقسم هذه الوجبات على أساس الوجبة اللي أنت تتناولها راح تساعدك على أو الوجبة اللي أنت تتناولها عفواً على فترات وكميات معينة راح يهضمها الجسم، فتساعدك على الوصول إلى مرحلة الجوع، فبالتالي تتناول الوجبة اللي بعدها. فهني لاحظ أنت قاعد تتناول وجبات بشكل صحي وأيضاً قاعد تتناول الوجبات بالطريقة الصحيحة، قاعد يهضمها الجسم وقاعد يستفيد منها، ما قاعد تتحول إلى دهون ولا قاعد تتراكم في المعدة بسبب تسبب لك القثيان أو عدم الجوع، ولكن لا قاعد يستفيد منها الجسم وقاعد يهضمها بشكل جيد، فبالتالي تقدر تتناول بعدها بساعتين تقريباً الوجبة الثانية. فهذه أول شيء الطريقة الصحيحة. تحتاج سكريات؟ نعم تحتاج أنك تتناول سكريات، ولكن دائماً أثناء تناولك الوجبة لا تتناول وجبة ثانية، لا تتناول وجبة دسمة أو وجبة فيها في سكريات مباشرة وراء هذه الوجبة، لا انتظر خل يهضم جسمك هذه الوجبة من بعدها تناول الوجبة الأخرى، يعني خلهم على فترات معينة على أساس تعطي معدتك فترة هضم الوجبة وأيضاً توزع الوجبة في الجسم وتفرق المعدة. أما بالنسبة حق الشخص اللي حاب ينزل بوزنه، الشخص اللي حاب ينزل بوزنه يختار جدول غذائي معين يقلل من الكربوهيدرات والدهون والسكريات، طبيعي راح ينزل الجسم وأيضاً يلجأ إلى الرياضة، فبالتالي هني راح يكون هو اختار الجدول الغذائي المناسب. ومع الأيام إذا الوزن مثلا ما قاعد ينزل معاه وقف عند وزن معين، هني يغير من طريقة الغذاء على اساس تساعده على اللي هو اللجوء الى عملية الكارب سايكل او غيره، او تقليل الكربوهيدرات او زيادة الكربوهيدرات وتقليلها، فتساعده على صدم الجسم وكذلك النزول في الوزن والتخلص من الدهون الموجودة في جسمه. وهذا كان موضوعنا اليوم، ان شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم مجموعة تمارين اللي هي تخص منطقة المعدة. أول شيء طبعا التمرين الأول راح يكون كالتالي، راح
راح أثبت الجسم بهذه الطريقة، أحرك بهذا الشكل. هذا التمرين راح ياخذ لي عضلة المعدة بالكامل، زائد الناحية هذه اللي هي ناحية اليمين منطقة الخواصر. لاحظ، أفرد الرجل على هذا المستوى، أحرك الرجل والذراع بهذه الطريقة، أخذ الذراع الثانية أيضا بهذا الشكل. لاحظ عدد التكرارات تكون اللي هي 15 تكرار من ناحية اليمين أو اليسار في الجولة الواحدة، والتمرين عبارة عن 3 أو 4 جولات حسب قدرتك الشخصية. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني راح يكون كالتالي، أصعد بهذا الشكل وأثبت الجسم، أثبت ما أحرك لا بهذه الطريقة، لا أصعد. هذه العدة الأولى أثبت لمدة تقريبا 30 ثانية، وراح أحس أن عضلة المعدة شادة معاي بشكل كبير. من بعدها أنزل أصعد أيضا 30 ثانية بهذه الطريقة في 5 تكرارات في 3 جولات أيضا بهذه الطريقة لمدة 30 ثانية. طبعا هذا التمرين يستهدف لي العضلة العليا من المعدة زائد منتصف المعدة. هذا التمرين الثاني. التمرين الثالث راح يكون كالتالي، أفرد الذراع بهذه الطريقة، أحرك بهذا الشكل. هذا التمرين راح ياخذ لي من أسفل المعدة إلى أعلى المعدة بهذه الطريقة. عدد التكرارات تكون 15 تكرار في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، أحرك بهذا الشكل. هذا التمرين ياخذ لي اللي هو عضلة الخواصر زائد عضلة المعدة، 10 تكرارات في الجهة اليمين و10 تكرارات في الجهة اليسار في 3 جولات. لاحظ، أثبت، أحرك بهذه الطريقة، الجسم ثابت، أصعد بهذا الشكل وأحرك الذراع بهذه الطريقة. طبعا بالنسبة حق التمارين اللي قدمت لكم إياها، حاول أنك تركز عليها بالشكل الصحيح، وأيضا حاول خلال الأيام أنك تزيد من عدد التكرارات والثواني، وراح تلاحظ في تغير في عضلة المعدة وكذلك حرق الدهون المتراكمة على عضلة المعدة وتطور إن شاء الله في منطقة المعدة. وهذا كانت تماريننا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منها. تابعونا بتمارين جديدة بحلقات مقبلة.